أمين بون حنزاوي حوماني والقلب ديما معبي اما معناها ولد يوسف الشيخي مكتوب ما جاتش في هذه الحكاية شنو انت خايب انا قلت لي منذ خايب الدراع اسمع لكل حاجه في بلاصتها ولا نقعد بها ساعات قل لي ولا لي ساعات يجيني 100 تقول لي عندك فراري وتغني على الزوالي بالمعنى انتو بلاصتهم كيش نعمل هذي يقولوا المثل مي فما عبيد هذي ولا فما عبيد انت متفهم فما مرة ناكل في كعبة ملي قلت لك في كعبة ملي مزيان تاكل في كعبة ملي مش عارف ناكل بعدك بالرسمي نحكي معاك ولا بالحق فما عبيدك فما عبيدي يفهموها اللي تمثل ولا اللي هو كيف تعمل يعني كل شيء السينو يعني هذا ماهوش هذا وانا مانيش غدوة غدوة مانيش غدوة باهي مكتوب أربعة مع سامي الفهري رجوع سامي الفهري خلينا نبداو نحكيو على مكتوب معناها مكتوب عامل ضجة كبيرة برشا المدة هذيا خاطر شفنا بعض المشاهد صعب شوية هكا قلقت برشا ناس وأكيد في بالك اللي فما احتجاج نتاع نقابة عوين السجون والسلاح غدويكا الاحتجاج نتاعهم باش يعملوه على المشاهد اللي شفناها في الحبس في مكتوب شنو رأيك في الموضوع هذا بركوش؟ رأينا ساعة باش نبدا الموضوع على فكرة راك تعاشر عبد معناها ولا دخلت عبد ولا اللي هو معناها تبدا تفهم فيه بشوي بشوي واليوم تكتشف فيه حاجات انا تحكي لي على سامي الفهري صحيح درجة انت بديت تكتشف اوكي اون فيت سامي لو ساعات يحب يوصل حاجات ان شاء الله حتى بتصوير فهمني ولا يعني انا مثلا فما بلون قعد في مخي على الاخر بلون تاع ناجح البيرسوناج هكا ناجح اللي بعديه الخبز اللي بعديه حاشاك المحار العربي فهمني يعني ما نصورش هذيك يوصل هي لك سامي الا ما مرايش ولا ما شافهاش ولا ما تعديتش عليه فهمني نجم تكون فيكسيون ونسال لا اسمعني انا سايبني انا ديك فيكسيون انس اسمعني اسمعني دي ختانتي يجي للرسمي تيجي هاني مش معك تيجي نقعد الدنيا هاو استنى يجي قول لي الغابه وين خلينا نمسحوها يا حمبوك فهمتني ولا لهنا خويا عطاك ايماج مؤلمه عليه ايماجك اللي تقول في من ديخل تحكي في برشا حكايه روحك فهمتني ولا تنجم حتى توصل تقول يا خويا لازمني انا نعمل عمله نوصل غاديك فهمتني ولا فما شكون يقول وين الحقوق اللي هي عاد تفهم الانسان الحيوان ما عادش تفهم عاد شيء فهمتني ومنك برشا حكايات معناتها تلمو سامبوليك الحكايات تتالف وحدك معناتها تحكي في حكايات في مخك وحدك وهذا هي انتيريسون بيه عبد المزك بالتصوير اخذنا من العنف ونعرفوه العنف ومعني دعنا من هذا الكل اعطيني تصاور اعطيني وسخ اعطيني حقيقتي انت تقوم في تصاور توجع معناها انت تقوم في السباق تحب تغزل روحك كيما انت كتلقى روحك مزيان تتنفس فهمتني ولا اعطيني واقع يا خويا يرحم والديك فهمتني خنفيق على وضع يرحم والديك واضح مكتوب اربعه سامي كيفاش لقيته في مكتوب اربعه انت عملت معاه تجربه قبل ديفرنت كيفاش؟ تروى سامي والله يظهر راهو حكايات ما نتصور ما نورمالمون احكي لي على الواقع يا خويا تو انت تحكي على الواقع اي ما هو الواقع ساعات ما باش عمالي حابوا يعرفوا شنو صار قدام وراء الكاميرا شنو صار في الكواليس المكتوب معناها انا نعطيك بين فرق شو نعطيك الفرق بين ثلاثه واربعه وانت هكا تحسبها كيما تحسبها ولا تروى لا يتعلق يعني مرتاح عليك فهمني معايا تمشي كل شيء مرتاح كده تخدم مرتاح كل شيء تعدي مرتاح بالنسبة لي أنا كشخص الكات تعبت فيها عليه ماني مني نخلص في واحد العروضي ومني متعب من دك دك مريض ومني نخدم فهمني دونك بالرسم هذاك حد جيد وتعبت راني أنا نحكي على روحي راني تعبت برشا عليه شو رايك تقولي هذاك حد جيد ماني ماكش فرحان بالبريستاسيون تاعك؟ انت خدي ماكش فرحان لكن معني الاداء نتاعك ما كانش كيما حبيته مش كيما حبيته انا ب على 100% انا عملت 40 سير من روحي انا عملت 40 وهذا راهي سامي زاد اوكين ايدي ما تعرفش ما نعرفش انا راني تعبت الناس الكل هو الحاجه باهيه في, في 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 مكتوب للناس كل صحاب من التكنيسيان حتى للشوفره حتى اللي تحبني فهمني تعبت الناس الكل بدلي معني بدلي انا ما فاسون هكيك فهمني وكان اخويا نجحنا كان ما نجحناش غير نجحنا باهي خلينا نتفاهموا توا قلت لي 40% المشاهد فاليدي فما مخرج فما ايكيبا كامله فما ايكيب تكنيك المشاهد فاليدي معناها نصور فرحان بالبريستاسيون تاعك معناها كي يقول لك سي سكرنا هوني سي بون
ولا شو ما عاش رضا المخرج ماهوش رضا الممثل على وجهه فهمت هذا قديش من المخرج يبدا فرحان بالممثل الممثل يبدا مش فرحان خدمته وقديش من الممثل يبدا فرحان خدمته والمخرج مش فرحان بالفيلم اللي خدم الممثل فهمت دونك لاني تحسي له تكشكيه زرقاء اما في الاخر بكل انا نحكي على اليوم يعني نحكي على توا نحكي على الخدمه هذيا انا قبل ما نتفرج مانيش فرحان هكا مانيش فرحان يعني بخدمتي انا فهمني ولا خدمه الجروب معناها مثلا يعني بين شغل الناس كل ربي ينجح واضح.